بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة معنا خبر خاص بالمعلمين المقدمين للترقية لعام 2019-2020. الأكاديمية المهنية تعلن توزيع أوقات بدء تدريب المعلمين المرشحين للترقي في جميع المحافظات. أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أوقات بدء تدريب المعلمين المرشحين للترقي لعام 2019-2020، حيث تبدأ التدريبات في تمام الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا في المحافظات اللي هيتم بدء تدريب المعلمين المرشحين للترقي من 9 إلى 2 ظهرا، هي محافظات الدقهلية وأسيوط والفيوم وقنا وبني سويف والمنيا ودمياط والإسماعيلية والإسكندرية، على أن يبدأ التدريب من 15 يونيو، يعني 15/6، يعني ابتداء من غدا، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق. طبعا التطبيق كل واحد دخل وعمل مواعيد حجز ليه، فطبعا التدريبات هتبدأ من يوم 15 وهتستمر حتى يوم أو لنهاية مواعيد الحجز. يبقى المحافظات أول مجموعة هتبدأ تدريب أو أوقات التدريب من 9 إلى 2 ظهرا، الدقهلية، أسيوط، الفيوم، قنا، بني سويف، المنيا، دمياط، الإسماعيلية، الإسكندرية، دول 9 محافظات. وأضافت الأكاديمية أن التدريب يبدأ من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 7 مساء لمحافظات أسوان وسوهاج وشمال سيناء والمنوفية والقليوبية والجيزة والبحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء. يبقى 9 محافظات هيبدأ تدريبهم من 2 ظهرا، من الساعة 2 ظهرا إلى 7 مساء، محافظات أسوان وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنوفية والقليوبية والجيزة والبحر الأحمر والقاهرة. وأكدت الأكاديمية أن محافظات الشرقية وكفر الشيخ والغربية وبورسعيد والجيزة والوادي الجديد والسويس والأقصر ومرسى مطروح تبدأ تدريباتها الإلكترونية في تمام الساعة 7 مساء إلى الساعة 12 ليلا. يبقى المحافظات اللي هي المجموعة الثالثة، التدريب هيكون من الساعة 7 مساء إلى الساعة 12 ليلا. يبقى أول مجموعة من 9 ل 2 ظهرا، والمجموعة الثانية هتبدأ من 2 ظهرا ل 7 مساء، والمجموعة الثالثة هتبدأ من 7 مساء للساعة 12 ليلا. وأوضحت الأكاديمية أن باقي المحافظات سوف تبدأ تدريباتها الإلكترونية من الساعة 12 ليلا حتى 8 صباح اليوم التالي. يعني المحافظات اللي لم تسقر هتبدأ امتحاناتها من الساعة 12 ليلا، 12 بعد منتصف الليل، حتى 8 صباح اليوم التالي. الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وافق على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية 2019-2020، والذي ينقسم إلى فئتين، معلم أول ومعلم أول ألف ومعلم خبير، وذلك بدءا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم. يبقى احنا عرفنا المجموعات الأربعة، في مجموعة تبدأ محافظات من 9 إلى 2 ظهرا، ومن 2 ظهرا إلى 7 مساء، ومن 7 مساء ل 12 ليلا، ومن 12 ليلا إلى 8 صباحا. طبعا دي المجموعات هتتناول وابتداء من غدا اللي هو 15/6 أو 15 يونيو لحد يوم الحجز اللي انت حاجز فيه. وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين إنه يجب
اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه، مما يدل على التوجه القوي للوزارة للتحول الرقمي، يعني الشغل كله إلكتروني. وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين المرشحين للترقي للعام 2019-2020 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع. طبعا الموقع اللي قدامنا ده اللي مفروض ده اللي هو حجزنا من عليه. طبعا هندخل من على الموقع ونبدأ التدريب. وأوضحت أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية، حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز، وفي حالة عدم تمكن المعلم من الحجز في الميعاد المقرر، يعني لو المعلم ما تمكنش من الحجز في الميعاد اللي هو كل محافظة تقرر لها بالجدول، يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو، يعني ابتداء يبدأ يحجز من يوم 2/6، وطبعا ده الميعاد كمان عدى اهو، حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.